برنامج تأهيل سوق الحد في مدينة أكادير، وبرنامج ديال الشراكة ما بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والولاية ديال جهة سوس ماسة، جماعة أكادير وشركة العمران بصفة ديالها ديال صاحب المشروع المنتدب وكمساهم في المشروع، وكذلك غرفة التجارة والصناعة. إذن هذا المشروع ديال إعادة تأهيل ديال السوق ديال الحد، اللي هو واحد بالنسبة للمدينة وبالنسبة للمنظومة المحلية هو واحد البرنامج اللي مهم جدا، لأنه كوجهة اقتصادية مهمة في المدينة ووجهة سياحية للمجموع للساكنة للزوار ديال المدينة. وهذا المشروع متكون من مجموعة ديال المحاور اللي هي واحد تكلفة إجمالية ديال 160 مليون ديال الدرهم. هاد المحاور هي إعادة البنية التحتية للمشروع بتطهير السائل وبتزويد بالماء الصالح للشرب وبالوقاية ضد الحرائق. وهناك أيضا مجموعة من المرافق الجديدة اللي غادي يضمها السوق، اللي منها الرحبة الجديدة، نوفيل ادمينستراسيون، واحد ان نوفو اسباس نتاع لا نوتريسيون، ان اسباس ديال لا ريستوراسيون، ان نوفو مارشي ديال الفولايي وديال لي بوشي، اللي غيكون عندهم واحد تقنيات باش تضمن الجودة الصحية ديال جميع هاد المنتوجات. وكذلك واحد المرافق للناس ديال الخضرة والناس ديال كاع لي زيكسبوزيسيون نورمال وديال الرواقات ديال الارتيزانة. إذن هو واحد المشروع اللي هو متكامل، واللي المنظومة المحلية كتحرص على التتبع ديالو بصفة ديال السيد الوالي، اللي هو كيتتبع شخصيا وكيترأس لجنة ديال التتبع ديال هذا المشروع، باش وكيحرص على ان نهاية الاشغال تكون ان شاء الله في المتم ديال هذه السنة، و على اكسبسيون ديال لا غروند موسكي نتاع السوق اللي غتكون بغلاف مالي ديال 28 مليون درهم، واللي كتكلف اللي غادي تحتاج وقت اطول للانجاز ديالها. من غير هذا هاد لا موسكي، كاع لي زوتر بارتي ان شاء الله كنطمحوا باش يكون لاشيفمون ديالهم في النهايه ديال هاد السنه. بالنسبه للاشغال كما كتشاهدوا الان، وحنا في امام واحد من المواقع اللي عرفت يعني واحد الهيكله ديال في السوق، هي المربعات ديال الخضر والفواكه لاعاده الهيكله ديالها. كذلك السوق عرف واحد مجموعه من الاشغال، بما فيها الاشغال ديال بناء المسجد، اللي اليوم وصل 80% من النسبة ديال الإنجاز ديالو فيما يتعلق بالأشغال الكبرى. كذلك هناك أشغال ديال البناية ديال السوق ديال الدجاج اللي على اليسار ديالي، اللي غادي تكون بمواصفات جديدة وفيها جميع الشروط المتطلبة صحيا لبيع هذا المنتوج للزبناء والزوار ديال السوق. كذلك هناك مجموعة من الأشغال المتعلقة بالصرف الصحي اللي تمت الإنجاز ديالها في السوق ديال ديدي بنسبة 100%. هناك أشغال كذلك ديال الابواب والسور اللي فيه تقريبا واحد المساحه طويله ديال الاسوار كلها تقريبا انتهت الاشغال فيها. التحدي عندنا اليوم هو انهاء جميع الاشغال المتبقيه قبل 31/12 من هذه السنه، بما فيها هي او الهيكله ديال السوق. وكما كتشوفوا اليوم السوق غادي ياخذ ان شاء الله واحد الرقي، واحد المنظر جديد، واحد التصور جديد اللي غادي يكون في المستوى ديال هذه المعلمه، اللي هي من اكبر المعالم ديال المدينه ديالنا، بل ديال الجهه ديالنا، بل ديال الوطن، اللي هي معلمة اقتصادية، معلمة فيها ما هو اجتماعي، ما هو اقتصادي، ما هو بطبيعة الحال تنمية لهذه المدينة. وحنا كذلك نستعى إلى الاشتغال على مجموعة من الأمور أخرى للفضاء الخارجي ديال هذا السوق، اللي غنحاولوا أنه يكون في المستوى ديال هذه المعلمة هذه، باش يكون إن شاء الله معلمة نفتخر بها ونعتز بها. ونشكر من هذا المنبر طبعا جميع الشركاء وعلى رأسهم طبعا الجهة سوس ماسة ومؤسسة العمران ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان، وتنشكر السيد الوالي تيشرف على هذا المشروع عن قرب وفي كل صغيرة وكبيرة.